أعزائي المشاهدين ومتابعينا عبر شبكات التواصل، أهلا وسهلا فيكم. طبعا يمكن يدور الحديث هذه الأيام عن طفل الأنابيب وكيفية عمل طفل الأنابيب وما هي الفكرة وما إلى ذلك. أبحاث كثيرة موجودة في الإنترنت، نسمع مقابلات كثيرة، ولكن الجميل إحنا نقترب أكثر لذوي الاختصاص. ذوي الاختصاص لما نقول إحنا أكيد ما راح نأخذ شخص عادي، أكيد شخص له خبرة كبيرة وباع طويل وأيضا لا بصمات إيجابية في حياة الكثير من الأسر، قد تكون بشيء سري أو ما إلى ذلك، ولكن في الآخر هو يبقى فخر لنا جميعا أن نحن نقترب منه أكثر وأيضا نتعرف على مفهوم لما نقول طب الأنابيب أو طفل الأنابيب. يسعدنا أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين شبكة التواصل، أن يكون معنا الدكتور عمر أبو زينب، استشاري نساء وتوليد هرمونات وعقم من الجامعة الأمريكية بيروت، وحاز على البورد في النساء والولادة، وعضو المجمع الأوروبي للهرمونات والعقم. دكتور عمر، مرحبا وسهلا فيك. أهلا سيد حسن، وأنا طبعا سعيد وفخور إني أجلس معك ونسمع عنك كثير صراحة. ولكن دكتور أنا يعني أقول تعطينا ملخص سريع لي، لما أقول أنا طفل أنابيب إيش المقصود فيه؟ طفل الأنابيب يعني الأشياء التلقيح والحيوان المنوي والبويضة والانقسام ما قبل مرحلة الجنين كانت تتم داخل المرأة من الأنبوب والمبيض إلى الرحم، تتم خارج الإنسان داخل المختبر ولكن إلى فترة محددة تصل من يوم فصلة تختلف حسب إمكانيات المختبر وحسب الحالة من يومين لخمس سنين. يعني تلقح البويضة والحيوان المنوي بالمختبر ويستنوا عليها فترة 48 ساعة أقل شيء لتنقسم، وبعدين بيرجعوها داخل الرحم. في مختبرات أقوى من هذه تقدر تستنى عشان تشوف، بعض الأحيان خلال كمان 48 ساعة في بويضات بتبتدي تبين قوية ولكن بعد 48 ساعة بتضعف، وبالتالي كمان بيصير فرصة أكثر للاختيار. ما مدى نجاح يعني طفل الأنابيب، فكرة طفل الأنابيب، ما مدى نجاح هذه الفكرة؟ وهل فعلا الان في اطفال بيننا عايشين؟ احنا يمكن ما نعرفه، لكن في اطفال فعلا الان موجودين بيننا من اطفال الانابيب يعتبروا اليوم؟ حقيقه في اطفال كثير ابتدوا فيها من سنه 80، وقد نقول نحن بقطر ابتدوا فيها بعد التسعين. نعم. فيها. والنتائج العالميه تعتبر بالمتوسط 30-40% نسبه النجاح، الا انه قد ترتفع تصل ل 70%، قد تنخفض تصل ل 20%، وهذا بتختلف على اشياء كثير. يعني تختلف على العوامل اللي سببت العقم او العوامل اللي منعت الخلف الانجاب. فلو اختلفنا قلنا انه الست سنه كبيره مثلا ما مقصود كلمه كبير بعد ال 40؟ هو حقيقه السن هو سن الهرمون وليس سن المراه. يعني قد تكون السن 35 والهرمونات عندها مرتفعه جدا، خصوصا تؤدي الى ضعف الخصوبه، ولكن عامل السن بضعف قدرتها على اجتذاب الأجنة واحتفاظها. فعامل السن مهم، الهرمونات مهم، الحيوان المنوي اللي عند الرجل مهم جدا. إذا كان مدى ضعف، قد يكون ضعف شديد جدا، وقد يكون لا يوجد حيوان منوي، يضطروا أن يسحبوا الحيوان المنوي من داخل القسم. كمان هذه بتكون النسبة شوي كمان أقل. فعدة عوامل تتفق. إذا الست أنجبت قبل هيك أو لم تنجب. إذا الست عملت في عوامل كثيرة يعني. طبعا في إذا الست عملت أطفال أنابيب ولم تنجح، يعني بتقول الوحدة أجت عم تعمل هو المرة أطفال أنابيب، يمكن ما تصير، يمكن ما تصير، بس لو وحدة عملت ست مرات يبقى فرصة أكثر من النساء، لأنه شو اللي خلى يفشل كل هالأمور؟ طيب هل هي تعتبر عملية خطرة يعني؟ جدا أبدا لا، إطلاقا مش خطيرة. الناس تصورهم فيها إنه فيها شق بالبطن أو فيها تخدير عام او فيها تعب شديد، وهذا لا يوجد، وانه الست محتاجه ترتاح شهرين بعد الولاده، كله هذا غير صحيح. حاليا بيستعملوا ادويه كثير امنه، بياخذوا اجراءات سحب البويضه عن طريق السونار وليس عن طريق العمليات، والتلقيح بيتم بالمختبر، ولما الست ترتاح بعد 48 ساعه خمس ايام بنادولها بيعملوا تلقيح داخل الرحم زي النتيجه، زي كان عم تركب لولب او عم تنفحص فحص داخلي، وبتروح مباشره على بترتاح بعد اسبوعين تعمل تحليل. حلو.
هل اليوم في دوله قطر متوفر هذه التقنيه العلاجيه الموجوده؟ طبعا متوفر. مستشفى حماد ابتدت من سنه 90، اجى فريق استرالي كبير من زمان ودرب كل الاطباء الموجودين هناك واهل المستشفى واهل المختبر، وحاليا باشراف كورنيل كمان في متابعه دائمه، وفي عندنا حوالي 6 استشاريين بحمد بيعملوا مختبر قوي جدا لعمل اطفال الانبياء، ويستقبل الحالات كثير، ونسبه النجاح عندهم من 30 ل 40%، كمان نسبه عاليه جدا. طيب دكتور، الان لو انتقلنا الى مرحله ثانيه وهي مرحله ما يسمى بالهرمونات وعمر المرأة مثل ما ذكرت حضرتك. الآن لما يعني يمكن هي شركة خصوصية في النساء، ولكن جميل أن نكون ثقافة عامة أيضا عندنا. الآن المرأة لما أقول أنا مثلا والله وصلت سن اليأس، أنا أبغي تعريف لكلمة سن اليأس حتى تتضح الصورة والرؤية للرجل، لأنه في هناك من سيتقدم لامرأة سيتزوجها يعني، وقد تكون هي عمرها مثلا 42، فتعرف قد يكون كلام بينه يقول لا هذا ما تجيب عيال خلاص وكذا. فسن اليأس ايش هو المقصود فيه؟ ومتى نقول ان هذه المرأة خلاص لا تنجب؟ صحيح، هذا كلام سليم. كان من قبل يقولوا سن اليأس لما يقولوا سن فوق الـ40، بلشت الست خربت الدورة عندها، تجيها هبات سخنة، يقول بلشت على عوامل ما قبل سن اليأس. بعد شوي تطوروا ربطوا انه الهرمونات تأتي من المخ، وبالذات من هرمون اسمه FSH، هو هذا اللي بيعطي اوامر للبويضة. فوجدوه كل ما ارتفع هذا يعني انه هو عم يضرب المبيض بالسياط، والمبيض محتاج جهد كبير ليطلع البويضة، فاخذوه هو مقياس لسن الحصول. طيب اسمه FSH، وصاروا يربطوه بعوامل معينة. هو مثلا نسبته من 3 ل 6، صاروا كل ما ارتفع كل ما خفت الانجاب. حاليا في فحص اجد منه الآن، حاليا يعني اجد منه، صار يعتمد من خلال من 2 ل 4 سنين تقريبا، صار دقيق جدا. اسمه مخزون المبيض. ما نقصد المخزون المبيض؟ مخزون المبيض هو بيقول لك قديش الباقي من المخزون بويضات صالحه للانجاب. اسمه انتي مولاريان هرمون، فحص دقيق جدا بيعطيك فكره على قوه الخصوبة عند الست. وفي حالات ما قبل الانقطاع كمان بيعطوها نباتات من الصويا، او بيعطوها نبات من بذر الكتان او DHEA، وعلى الاقل تشعل الضوء قبل الانتفاع، يعني برضه بيعطي امل. طيب دكتور، الان بحكم يعني تعاملك مع نساء قطر هنا، واكيد في امراض شائعه موجوده. صحيح. والان احنا داخلين على فصل صيف وحراره الجو وما الى ذلك، فلا بد دكتور ان هناك في توجيهات منك للأخوات، لبناتنا، للنساء، لسيداتنا أيضا، حول أمراض الصيف اللي ممكن تصاب بها المرأة وتتجنبها. النسائي عم تحكي، ما عم تحكي جلد ولا شيء ثاني. أتكلم يعني بشكل عام، خلينا نتكلم. نحن بالنسبة لنا بقطر عندنا مشكلة الصيف، الحرارة العالية والرطوبة العالية. هالاثنين بالنسبة للمرأة بسببوا له عامل تغير بالحموضة ذات الجسم وبالرطوبة. وبالتالي اكثر شيء بتتحصل على الست الا وهي الالتهابات النسائيه المتكرره، وبالذات فيها الفطريه. فهي هذه الاسباب نتيجه الحر، نتيجه الرطوبه. لذلك هون بننصحهم تماما انه دائما ينتبهوا من الحراره، يشربوا السوائل، يبتعدوا عن المنظفات، ويبتعدوا عن البلاطين الضيقه اللي بتحبس الحراره، ويهتموا بالوصول يوم من عام من غير ما يحطوا مواد كيميائية. كل الشكر اعزائنا المشاهدين للدكتور عمر ابو زينب استشاري نساء وتوليد. طبعا يمكن دخلنا معاه في مواضيع كثيره، ولكن اتمنى تكون وصلت لكم الفائده. شكرا دكتور، الله يبارك. نلتقي ان شاء الله في الجزء الثاني ان شاء الله. شكرا دكتور.